هو كان بيشتغل ايه جوزك؟ مصور، مصور، مصور كاميرامان، هو شيخ المصورين، واحد من كبار اللي علم المهنه دي، وانا فخوره بيه جدا، واحنا ما زلنا اصحاب وفي ود بينا يعني. طب اتجوزتي ازاي؟ ما كانش جواز سهل، كان جواز صعب، وانا كنت صغيره قوي يعني 17 سنه. طبعا في فرق سن، او في فرق سن بس كبير، مش يعني مش قوي يعني 11 سنه مش كبير بين، لا مش كبير قوي، مش كتير سنة. لا 11 سنه لكن يعني في وقتها طبعا يعني 17 سنه انت كمان ما بتبقيش ماتيور ناضجه، ما فيش نضج وما فيش كان احسن مني وكان من طبقه احسن مني وكان متعلم اكتر مني في وقتها يعني، وكان وما زال تاج راسي، انا بحبه جدا، ولما بيحصل له اي حاجه انا باعيه يعني، ما زلت صديقته يعني، حفظت له الود لانه كان في وقتها كان ممكن. بتحبيه؟ طبعا. ما زلتي تحبيه؟ طبعا والله، وهموت وانا بحبه. يا سلام. طب ليه ما استمرش الزواج ده؟ الزواج عايز اكتر من الحب. ازاي؟ عاوز ايه؟ عايز حاجات كتيره، عايز لغه مشتركه، عايز قواسم مشتركه. طب ما انت لغه مشتركه، انت فنانه وهو مصور، يعني في برده مع بعض، عايز خلطه سريه غريبه ما حدش بيعرفها، لو عرفناها كانت نجحت كل. طب المشكله كانت عندك ولا عنده؟ لا شك عندنا احنا الاثنين، انا مشيت طلعت زي الصاروخ من بيبي صغير، كان ما كنتش بدرس الا وانا قاعده على حجره من الدلع، اقعد واطلع الاولى، وفجاه بقيت نجمه في يوم وليله، عندي 18 سنه ما كملتهاش، بقيت نجمه النجوم، مقدمه برامج في استوديو الفن. طب تمرد بقى، نقدر نقول تمردتي؟ لا لا لا، ما اعرفش هو حصل له ايه يعني، هو قصاد كل اللي بيحصل لي انا كنت بتقدم وبطلع طالعه الاولى في الجامعه وبكمل مذاكره وبخلص الدراسه بتاعتي، ودخلت على معهد الباليه لاني ما كنتش قادره ارقص وانا عند والدي، فلما اتجوزت رحت نزلت عند معهد الباليه اربع سنين. طب ايه كان بيغير عليكي مثلا؟ لا. طيب حصل فيه، بيخاف من نجاحك؟ لا ما كانش غيور، كان يزقني للنجاح. يا سلام. بس حصل حصل فيه بيني وبينه لحظه، سنوات مش لحظة صمت، سنوات صمت، ما حدش مننا يقول للتاني ايه اللي مضايقه. فأنا رحت في طريق الطموح الجامح نحو شغلي ونحو تقدمي ومش عارف ايه، وهو ابتدى يهملني. فالإهمال على إهمال على إهمال، على حواديت تسمعيها من بره انه مش لذيذة، يعني أخطاء الرجالة العادية اللي بيعملوها، وبعدين بيقعدوا يعيطوا. رجالة غريبة بيغلطوا بيرجعوا بيعيطوا. فخلاص مشيت. وانا لما بمشي ما برجعش. عقده من الرجاله. ما فيش، بيغلطوا ما بيبطلوش غلط. الرجاله ما بيزهقوش من الغلط، وزي البيبيهات زي ما بتخلي فيهم كده هم صغار، نفس المصيبه. بيغلطوا بيعيط وبيرجع سامحيني سامحيني، فخلاص ما الواحده ما عادش ليها. بتسامحي ولا انت مش بتسامحي؟ لا انا ما بسامحش. انت ما تسامحيش وما ترجعيش لورا. انا بسامح بمعنى انه ابعد عني. ممكن ما اعاقبش، بس لو هو جرحني ممكن اعاقب يعني. انا ضد عملية يعني انك انت تستسهلي بحقك يعني حقوقك الانسانية دي. خلاص كل واحد في سكته، ما عادش ممكن ارجع. بس هل انا بحبه؟ هل انا يعني بتمنى له الخير؟ وانا قبل ما اجيلك كنت بكلمه والله.